السلام عليكم مشاهدينا الكرام. حكان فيدان من رئاس جهاز الاستخبارات إلى وزارة الخارجية، تغيير يكتنف الكثير من الدلالات. ومحمد بن زايد أول رئيس دولة يزور تركيا بعد الانتخابات، زيارة تحمل معها العديد من الأسئلة. هل تتغير السياسة الخارجية التركية مع تغيير الوزير أم تبقى في نفس مساراتها السابقة تسير؟ وأين موقع روسيا والولايات المتحدة والناتو والعالم العربي من السياسة الخارجية المقبلة لأنقرة؟ وكيف سينعكس التغيير الحاصل على قضايا المنطقة؟ أهلا بكم في أوراق تركية. نرحب بالدكتور سعيد حاج، الباحث المتخصص في الشأن التركي. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا وسهلا أستاذ. إذن كما ذكرنا في المقدمة، حكان فيدان من جهاز الاستخبارات إلى وزارة الخارجية، من الأمن إلى الدبلوماسي، كيف نقرأ ذلك من خلال ما تعاطت معه الصحافة التركية؟ في 4 أو 5 عناوين أو مانشيتات أو صور ربما. من أهم الإشارات ربما على خروج حكان فيدان من عالم الاستخبارات لعالم وزارة الخارجية كانت الطرفة التي تناولتها وسائل الإعلام، من أنه بدأ أو أنشأ حسابا على موقع تويتر، وكانت الصورة فيها الكثير من الجدية، ربما المناسب أكثر للاستخبارات وليس لوزارة الخارجية. في الخبر الثاني أو الصورة الثانية، رئيس دولة الإمارات كما ذكرت قبل قليل كان أول الواصلين، باستثناء ربما الذين أتوا على حفل التنصيب، لكنه كان أول من زار تركيا. حضر مع إردوغان نهائي دوري الأبطال هنا في إسطنبول، ثم عقد لقاء مع الرئيس إردوغان وتحدثا في بعض مسألات العلاقات المباشرة. أيضا حكان فيدان وزير الخارجية في الخبر الثالث تلقى اتصالا هاتفيا أو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري، وتحدثا في العلاقات الثنائية. كان هناك اتصال من السيسي بإردوغان بعد نتائج الانتخابات وحديث عن تطوير العلاقات وربما تبادل السفراء قريبا جدا. في العنوان الرابع أو في الصورة الرابعة أيضا فيما يتعلق بوزارة الخارجية، تقليد اتبعه الرئيس إردوغان بعد كل انتخابات رئاسية تكون أول وجهة له خارج تركيا قبرص التركية أولا ثم أذربيجان. قبرص الوطن الابن أو الوطن الصغير كما يسمى في تركيا، وأذربيجان الشقيقة أو شقيقة الروح كما تسمى أيضا داخل تركيا. وأخيرا في ما يتعلق ببعض أهم ربما أو إحدى أهم ملفات السياسة الخارجية التركية، ما زالت تركيا تعارض انضمام السويد للناتو. في هذه الأيام أعتقد ربما اليوم أو غدا سيكون هناك اجتماع ثلاثي بين تركيا والسويد وفنلندا برعاية الناتو لنقاش ما قدمته كل من هذه الدول بخصوص الالتزامات التي بردت في مذكرة التفاهم الثلاثية في مدريد العام الماضي. هو هذا الموقف هل سيكون ثابتا أم سيتغير؟ التقرير يشير إلى بعض هذه النقاط، نتابع ثم نعود للنقاش. حكومة جديدة في غالبها وسياسات شبه ثابتة باستثناء الاقتصاد، هكذا رأى معظم المتابعين التشكيلة الوزارية الجديدة في تركيا بعد الانتخابات، والتي تغير فيها 15 من أصل 17 وزيرا إضافة لنائب الرئيس. تقييم ينطبق على وزارة الخارجية إلى حد كبير، فرغم أن الوزير تغير فحل مكانة شاوشوغلو رئيس جهاز المخابرات حكان فيدان، إلا أنه يغلب على التوقعات استمرار السياسات السابقة، من باب أن الأخير كان جزءا أساسيا من السياسة الخارجية لبلاده في السنوات الأخيرة تخطيطا وتطبيقا وفق مراقبين. فجهاز الاستخبارات هو الذي تابع بشكل مباشر الملف الليبي مؤخرا، وهو الذي قاد مسار التهدئة والتقارب بين تركيا وعدد من القوى الإقليمية في السنتين الأخيرتين على ما ذكرت تقارير عدة، كما أن رئيس الجهاز كان مع وزيري الخارجية والدفاع خطوة بخطوة في تنسيق ومتابعة العديد من الملفات الخارجية. بهذا المعنى ففيدان ليس غريبا على الوزارة، ولا يتوقع تغيير كبير على سياسة تركيا الخارجية، بينما من جهة أخرى يرى الكثيرون بأن الاقتصاد هو الأولوية الأولى في المرحلة المقبلة، ما يفرض على السياسة الخارجية مزيدا من التهدئة والحوار والتعاون مع مختلف الأطراف، الأمر الذي قد يتطلب تعديلا في بعض التوجهات والمسارات. كانت أنقرة مثلا قد عارضت انضمام السويد لحلف الناتو طالبة إيفاء الأخيرة بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم الثلاثية التي أبرمتها مع فنلندا وبرعاية الناتو. يقول الأخير على لسان أمينه العام إن ستوكهولم قد أدت ما عليها تجاه تركيا، وهذا ما قالته واشنطن على لسان وزير خارجيتها كذلك، ما قد يدفع أنقرة لتليين موقفها نسبيا يقول مراقبون.
فما هي الثوابت التي لن تتغير في سياسات تركيا الخارجية؟ وما هي الملفات والتوجهات القابلة للتعديل؟ وما هي العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير في هذا السياق؟ أسئلة برسم الأشهر القليلة المقبلة. على كل بدأت المرحلة الجديدة لرئيس أردوغان بالدعاء لتركيا أو قرن تركيا كما يقول. وفي قرن تركيا السياسة الخارجية أحد أعمدة رسم المشهد. نجدد الترحيب بالدكتور سعيد الحاج معنا في استوديو البحث المتخصص بشأن تركيا بكم جديد دكتور سعيد. إذا يعني كما أشرت في المقدمة كان في دان من رجل استخبارات إلى رجل دبلوماسية. انتقالة يعني ليست في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي، لا، واضح أن هناك مفصل معين في السياسة الخارجية التركية بدأ يرسمه الرئيس أردوغان. نعم طبعا هناك عنوان للتجديد في الحكومة ككل كما ذكرتم في التقرير، وهذا سابق على الانتخابات. كان أردوغان أعلن أن كل وزراء حكومته بما فيهم نائب الرئيس سوف يترشحون للبرلمان، بما يعني أنهم لن يكونوا وزراء في الحكومة المقبلة إلا أن يضطروا لاحقا للاستقالة. وزيران فقط استثنيا، والسبب أنهما أتيا من القطاع الخاص، وزير الصحة وزير السياحة والثقافة ليسا سياسيين، ليسوا يعني لم يكونا من ضمن حزب العدالة والتنمية، وبالتالي هما ليس لديهم رغبة أن يعتزلا القطاع الخاص والوزارة ويعودا للبرلمان، لا يناسبهما ذلك. فكان طلبهما إعفاءهما من ذلك أعتقد منطقي جدا، لأنه لو تركا الوزارة سيعودا للقطاع الخاص وليس للبرلمان يعني. فبقيا في الوزارة، كانت هذه إشارة واضحة. ما دون ذلك بقي الجميع نوابا في البرلمان، لم يطلب أردوغان من أي منهم أن يأتي مرة أخرى للوزارة ويستقيل البرلمان، وذلك له حسابات ثانيا متعلقة بالبرلمان. الآن صحيح تحالف الجمهور كسب 322 مقعد، لكن على مستوى حزب العدالة والتنمية هو تراجع بشكل واضح في البرلمان، وبالتالي إذا ما استقال منه شخص أو اثنين أو ثلاثة من البرلمان قد يؤثر ذلك على فرصه في أن يترأس اللجان البرلمانية، بعض اللجان البرلمانية. هو الحزب الأول لذلك فرصته أكبر من غيره، لكن هذا يعتمد على الحسابات داخل البرلمان، ولذلك لم يذهب أردوغان لهذا الأمر تأكيدا على فكرة التجديد والتغيير وأيضا حسابات والتركيبة البرلمانية بين الأحزاب، وهذا مهم جدا. ثالثا أعتقد أن السياسة الخارجية التركية كانت تحتاج وجها جديدا، ربما توقعنا ذلك منذ سنتين عندما بدأت هناك انعطافة معينة ببعض الملفات، تحديدا في بعض العلاقات بعض الدول او مع بعض الدول في المنطقه، التهدئه والحوار ونسج جسور التعاون التي ذكرنا بعضها في المقدمه. صحيح. مع مصر والامارات السعوديه وما الى ذلك، ربما كان هناك توقع ان يكون هناك تغير. وبالمناسبه لسنوات طويله اسم هاكان فيدان واسم ابراهيم قلن الناطق السابق باسم الرئاسه كان يطرح بشكل يعني اشخاص محتملين ما بعد تشاوشوغلو. وثانيا الوزير تشاوشوغلو ايضا يعني ادى فتره طويله جيده مستقره في السياسه الخارجيه. رابعا وهو قد يكون الأهم ربما، أن حكام فيدان رئيس جهاز الاستخبارات لفترة طويلة جدا منذ 2010 كان قد عبر عن رغبته في دخول عالم السياسة. في 2015 في رئاسة داود أغلو للحزب وللحكومة استقال حكام فيدان من رئاسة جهاز الاستخبارات وأعلن ترشحه للبرلمان، يعني أنه ضمن من يريدنا الترشح للبرلمان. لعدم رغبة وعدم موافقة أردوغان في ذلك الوقت عاد عن هذه الاستقالة ولم يترشح، وبالتالي وكأن أردوغان أن يحقق له رغبة متأخرة نوعا ما بعد أن استنفذ. كانت نظرة أردوغان في ذلك الوقت التي تسربت في الإعلام أنه لا يستغنى عنه في جهاز الاستخبارات، وفائدته وأهميته وحواريته هناك أكثر بكثير من أن يكون نائبا أو وزيرا للخارجية كما كان يطرح في ذلك الوقت، وأنه كاتم أسرار وكاتم أسرار الدولة وصمام أمان وما إلى ذلك. الآن يبدو أن الأمور تخطت هذه الأمور. ثالثا أو خامسا عفوا، العنوان الذي تفضلت بذكره في البداية أن أردوغان يركز على فكرة قرن تركيا، تركيا القوية وما إلى ذلك، قد تكون متناغمة نوعا ما مع حكام فيدان مع شخصيته. هو شخص قوي، مواصفات شخصية يعني مواصفاته الشخصية ومواصفاته المهنية حتى صح كرئيس جهاز استخبارات. لعلنا كنا نتحدث تحت الهواء أنه صوره وفيديوهاته بالتسلم والتسليم فيه نوع من الجدية والزائد إنجاز التعبير. حتى كم أشد صورة تويتر يعني فيما تشوش أغلى الذي يغادر المنصب مبتسم ومبتهج، هو يبدو أكثر جدية أكثر هدوءا أكثر، لا أريد أن أقول رصانة، لكن أكثر هدوءا أكثر جمودا إنجاز التعبير تعبير وجهه. واضح أن شخصية جهاز الاستخبارات أو رئيس الاستخبارات ما زالت حاضرة، صورته في تويتر ما زالت حاضرة حد كبير. لكن القصد بعيدا عن هذه الزوايا أنه ليس بعيدا عن جو السياسة الخارجية، يعني هاكان فيدان وجهاز الاستخبارات هو الذي أدار إلى حد كبير جدا الملف الليبي في السنوات الأخيرة،
جزء مهم من الملف السوري. اساسا كان مع وزير الخارجيه دائما هناك ثلاثي واحيانا رباعي مع ابراهيم قلن وزير الدفاع وزير الدفاع والخارجيه ورئيس جهاز الاستخبارات مع احيانا الناطق باسم الرئاسه الذي كان ايضا بمثابه مستشار امن قومي صح. والان لذلك ذهب ربما للاستخبارات. القصد انه هذا جزء مهم. ثالثا مسار التهدئه والحوار وعوده العلاقات مع الدول التي كان هناك خلاف كبير وشقاق وقطيعة معها بدأت كلها علاقات استخباراتية ثم انتقلت لاحقا للمسار الدبلوماسي. نتحدث عن مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، النظام السوري إلى حد ما وحتى الكيان الإسرائيلي. وبالتالي هو ليس بعيدا مرة أخرى عن السياسة الخارجية، لكن ربما هو يعطي أيضا انطباعا ما بأن هناك اهتمام أكبر، هناك ثقل أكثر لهذه الوزارة ومع شخص قوي. ثم هناك قد يكون يعني البعض وأنا منهم يقرأ الأمر من زاوية أنه ماذا بعد هذه العودة الرئاسية الأخيرة لأردوغان؟ من الأشخاص المحتملون؟ فيدان كان دائما يذكر ليس على لسان أردوغان لأن هذا السؤال لم يكن حاضرا داخل الحزب إلى حد كبير، لكن صحافيون وباحثون كانوا يبحثون في الشخصيات القوية المعروفة الموثوقة التي تدور في فلك أردوغان أو في الدائرة المقربة منه. كان هاكان فيدان أحد أهم هذه الأسماء. الآن معظم إن لم يكن كل تلك الأسماء لم تعد موجودة في صدارة المشهد، بعضها في البرلمان بعضها ليس موجودا أبدا. نعمان كورتلمش لرئاسة البرلمان بعيدا عن الماكينة الحزبية. هاكان فيدان يخرج من عالم الاستخبارات الذي هو في الظل أو وراء الأضواء إلى كل الأضواء، رأس الدبلوماسية في الحكومة، قد يكون الشخص الأقوى والأكثر شهرة إضافة إلى محمد شمشك فيها، وبالتالي سيعطى فرصة خلال السنوات القادمة لأن ينجز، لأن يؤدي، لأن يزيد من تعرف الناس عليه وأوراق قوته أو يعني إمكاناته وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أنه هي على أقل تقدير، لا أريد أن أبالغ في الحديث عن شيء قد يكون بعد سنوات لأنه مرة أخرى 24 ساعة فترة طويلة في سياسة تركيا، لكن على أقل تقدير فتح له باب لأن يراكم عناصر ستكون مهمة جدا في مرحلة قد يطرح فيها سؤال من سيكون بعد أردوغان على رأس الحزب وعلى رأس الدولة. نحن تحدثنا عن دلالات الاختيار، كثيرة هي الدلالات، ولكن دعني أبقى معك في ما أشرت إليه في مداخلتك دكتور سعيد، أن هذا التغيير كان منتظر منذ سنتين منذ بدأت نوعا ما ترميم علاقة تركيا مع بعض الدول في المنطقة، أساسا الإمارات، مصر، السعودية، دولة الاحتلال الإسرائيلي وخلافه. هل نعتبر وجود حكان فيدان الآن مواصلة لعملية الترميم أم انتهت عملية الترميم لأن العلاقات رجعت إلى حد ما إلى طبيعتها ونحن أمام مرحلة جديدة، فتح مسارات جديدة بشخوص جدد وأيضا حتى بمعالم في الطريق جديدة؟ شوف، أنا أولا لدي تحفظ على بعض العناوين والمنشطات التي طرحت بأنه ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها وأنه مرحلة جديدة مختلفة تماما وما إلى ذلك. قد يصح ذلك في الاقتصاد فقط وهذا حديث آخر، لكن في السياسة الخارجية وبعض الملفات الأخرى أنا أعتقد أن الانتخابات جددت شرعية. لا، ليس التقييم، يعني الحدث كبير ومهم، النتائج يعني مهمة، لكن ما تفعله الانتخابات عادة أنها تجدد شرعية من يقوم بالأمر أو من يعني وليس السلطة التنفيذية، وليس بالضرورة أن تأتي بتغيرات. صحيح. ثانيا على مستوى وزارة الخارجية العوامل التي ذكرناها قبل قليل وخصوصا أن فيدان جزء أساسي من مطبخ السياسة الخارجية التركية هو يفيد معنى الاستمرارية. صح. أكثر مما يفيد معنى التغيير، خصوصا وأنه فاعل أساسي ليس فقط في تطبيق أو تنفيذ السياسة الخارجية بل في رسمها إنجاز التعبير. صحيح. فلذلك أن تأتي بأحد الفواعل الأساسيين في رسم هذه السياسة وتضعه على رأس الدبلوماسية التركية، أنا أعتقد أن ذلك معنى للاستمرارية. صح. هذا لا يعني بالضرورة أن كل ما كان سابقا على الانتخابات سيأتي أو سيستمر، لكن مسار التهدئة والتعاون مع مختلف الأطراف مستمر بدليل الخبرين اللذين قدمناهما، اتصال سامح شكري وزير الخارجية المصري مع حكام فيدان للتهنئة وبالتأكيد حديث عن الخطوات المستقبلية، ومحمد بن زايد أول رئيس دولة يزور تركيا بعد انتخاب أردوغان مرة أخرى أو يعني في ولاية رئاسية جديدة. هذا أعتقد أنه يعني المحافظة أيضا على تقليد زيارة قبرص وأذربيجان، ملف السويد ومن ذلك. أنا أعتقد أنه يعني في عموم السياسة الخارجية التركية بالأساس لأنه تركيا تتوجه نحو تهدئة وتبريد بعض الملفات الساخنة لتخفيف الضغوط على السياسة الخارجية من جهة ولدعم فرص الاستثمار وتهدئة الضغوط على الاقتصاد وإنعاش الليرة وما إلى ذلك، فهذا معنى حاضر جدا. الآن بعض الأمور قد يكون فيها تغيير بالتأكيد لسببين. السبب الأول أنه الانتخابات أعطت بعض المتغيرات وقد يعني أطرح مثالا أو اثنين على ذلك الأمر لاحقا، والثاني لأنه بعض الملفات هي في حالة تغير
يعني ليس بالضروره التغير من تركيا، لكن الملفات عندما تتغير بعض الديناميات فيها طبيعي. يتحرك معها الفاعلون من ضمنهم تركيا. لكن مثلا ملف انضمام السويد للناتو، ملف العلاقه مع النظام السوري، انا اعتقد انها من الملفات التي قد يطرا فيها بعض التغيير او طرا عليها بعض التغيير مباشره بعد الانتخابات، لانه الانتخابات كانت محطه او استحقاقا ما في عمليه، يعني انا اعتقد ان جزء الموقف. انا اعتقد ان جزءا من الخطوات التي او جزءا من تسريع تركيا خطوات نحو النظام السوري كانت الانتخابات. بعد الانتخابات لا اقول انه الامر انتهى تماما، لكن اقول انه قد يطرا تغير على وتيره السرعه او على التحفز او الدافع ربما لذلك الامر. قد يبقى المسار لكن سرعته قد تتغير او خطواته او سقفه تتغير. اعتقد ايضا ان جزءا من دوافع تركيا لرفض السويد انه كان صعب عليها ان تقبل ما قبل الانتخابات في ظل كل ما فعلته السويد واعتراضات تركيا المعلنية ثم السماح بحرق نسخة من المصحف الشريف وما إلى ذلك. صعب جدا كان على رئيس أو رئيس سلطة تنفيذية أن يقبل ذلك أمام الشارع التركي. الآن بعد الانتخابات خصوصا وأن السويد قدمت خطوات إضافية على الأمر ومر زمن ما ومنعت في الفترة السابقة بعض الفعاليات التي كانت تنوي أيضا إحراق نسخ من المصحف الشريف، أنا أعتقد أن كل هذا في مجمله قد يعطي احتمالا أو إيماء ل إمكانية تغير موقف تركيا في خصوص السويد، وأنا من الذين يتوقعون أن توافق تركيا لاحقاً على انضمام السويد للناتو. طيب وأنت أشرت إلى السويد، إلى المواقف، إلى الملفات السورية، ملف الليبي، العلاقة مع العالم العربي، مصر، الإمارات إلى غيره، وفي إشارة أيضاً إلى مسألة العلاقات الخارجية. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان موجود لقاء بين هاكان فيدان ورئيس مجلس أعلى الدولة خالد المشري، والملف الليبي يعتبر هاكان فيدان أحد المهندسين الأساسيين في الملف الليبي. هل ستبقى هذه الملفات، ليبيا، سوريا، العلاقة مع الناتو، كل هذه الملفات، يعني هل ستبقى هي ملفات ذات أولوية أم أن الأولويات ستتغير مع وجود ملفات أخرى؟ لأنه كما ذكرنا اليوم الحرب في أوكرانيا هو ملف أساسي. ولكن أستأذن منك دكتور سعيد، لأن ضيفنا عبر سكايب دكتور جنكيز تومار رئيس جامعة أحمد مدياس يلتحق بنا الآن. دكتور جنكيز أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. إذن نحن بدأنا الحديث حول الوزير الجديد، وزير الخارجية الجديد، رجل الاستخبارات سابقا هاكان فيدان. تغيير أشار إليه دكتور سعيد حاج معنا في الاستوديو لأنه ليس خارج السياق العام لنظرة أردوغان للسياسة الخارجية أو أيضا للحكومة الجديدة، ولكنه يحمل معه دلالات. كيف يقرأ الدكتور جاكيز وجود هاكان فيدان على رأس وزارة الخارجية؟ طبعا نقطة مهمة جدا، لأنه هذا الشخص كان وراء السياسات التركية سواء في الخارج والداخل منذ سنوات طويلة، ليبيا وسوريا وحزب العمال الكردستاني والعراق حتى روسيا. يعني بعد 2016 تغيير كبير جدا في السياسة الخارجية التركية. يعني كان قبل فقط الوزير الخارجية كان مهتم بالسياسة الخارجية، ولكن بعد خاصة يعني كما يسمون الربيع العربي وأيضا بعد الانقلاب الفاشل من قبل فيتو، هناك تغيير كبير في تفعيل السياسة الخارجية التركية. لأنه الآن وزير الخارجية وأيضا رئيس الاستخبارات وأيضا وزير الدفاع، يعني كلهم مسؤولون عن السياسة الخارجية مثل طاقم. هذا ليس فقط بالنسبة لتغيير وزير الخارجية الجديدة، ولكن منذ سنوات أخيرة، يعني منذ خاصة بعد يعني 2010 تغيير السياسة الخارجية التركية من قبل حزب العدالة والتنمية هكذا. يعني ليس فقط اسم مهم هنا، ولكن كما تعرفون السياسة الخارجية التركية تغيرت بعد حزب العدالة والتنمية منذ 2002، ولكن بعد السنوات الأخيرة تغيرت مرة ثانية سواء في الشرق الأوسط وروسيا والمشاكل بين أمريكا وأوروبا. يعني سيكون له دور كبير جدا بالنسبة للسياسة الخارجية التركية في القادم.
دور كبير جدا في أي اتجاه هذا الدور. يعني أنه الدكتور سعيد قال لا، وجود حكان فدان هو استمرار لهذه السياسة بشكل أو بآخر، لأنه كان الرجل أحد صانعي هذه السياسة. صحيح طبعا، يعني السياسة الخارجية التركية تغيرت، يعني ليس فقط في حكان فدان، لأنه كان يعني قبل حزب العدالة والتنمية يعني في الثمانينيات والتسعينيات كنا دائما مع أوروبا وأمريكا والناتو بسبب الحرب الباردة، ولكن بعد حزب العدالة والتنمية تغيرت السياسة متعدد الأوجه، خاصة بالنسبة للعالم العربي، العالم التركي في آسيا الوسطى، وأيضا روسيا. يعني إذا ننظر إلى العلاقات الخارجية بين تركيا وأوروبا كانت جيدة جدا في الفترة الأولى لحزب العدالة والتنمية، ولكن بعد رد أوروبا انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وأيضا بالنسبة لأمريكا مثلا الآن تريد الآن تعمل مع حزب العمال الكردستاني في سوريا لتكون دولة مصغرة لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا. يعني بسبب هذا السياسة الخارجية التركية متعدد الأوجه، وهذا ستستمر أعتقد. طيب دكتور سعيد، قبل أن نذهب إلى فاصل كنت سألتك حول الأولويات، يعني السياسة الخارجية التركية بعد الربيع العربي كانت أولويتها إلى حد ما موجهة نحو هذا العالم العربي بعد 2011 أساسا، الملف السوري، الملف الليبي، العلاقة مع مصر، ولكن مع ما حصل في العالم العربي أصبحت هناك ملفات أخرى، الشرق المتوسط، القبرص، العلاقة مع عمق آسيا، في عمق تركيا في وسط آسيا. هل ترى بأن ترتيب الأولويات مع الوافد الجديد الحرفي في أوكرانيا ستتغير الأولويات؟ يعني إذا كنا سنقارن، خاصة بأن الجبهات مفتوحة، وبعد إذنك يضيف ذلك عندما نقول الاقتصاد أولا، نقول أمريكا اللاتينية، نقول إفريقيا أيضا، وهذا أيضا من جملة العمل الخارجية التركية. صحيح. شوف، كما ذكر الدكتور جنجيز قبل قليل، تركيا تنتهج مع العدالة والتنمية ومع أردوان سياسة متعددة المحاور، متعددة الأبعاد، ولذلك لا نستطيع أن نتحدث فقط عن أولوية واحدة للسياسة الخارجية، هناك أولويات للسياسة الخارجية. الآن إذا كنا نريد أن نقارن اليوم بما هو قبل الحرب الأوكرانية الروسية، بالتأكيد هناك ما يعني استجد في المشهد بشكل كبير جدا، فرضت نفسها هذه الحرب على كل العالم، فما بالك بدولة مثل تركيا، هي عضو في الناتو وهي متجاورة مع البلدين من البحر وهي على علاقات جيدة مع الطرفين وما إلى ذلك. لكن إذا كنا سنقارن عفوا اليوم مع ما قبل أشهر، يعني ما قبل الانتخابات الأخيرة، ليس هناك تغير كبير جدا. يعني هناك ملفات تفرض نفسها بطبيعة الحال أو أنها مهمة ومحورية بالنسبة لتركيا، بحيث هي تحافظ على أولويتها أو أنها ضمن الأولويات الأولى. يعني مثلا بالتأكيد الحرب الروسية الأوكرانية ضمن الأولويات بالخطوط التي رسمتها تركيا حتى اللحظة، بالتأكيد أن مكافحة الإرهاب، العمليات العسكرية في سوريا والعراق أو ذات أولوية، بالتأكيد أن شرق المتوسط والعلاقة يعني بيتفرع عنه العلاقة مع ليبيا مثلا هي أمر من ضمن أهم الأولويات، لأنه مرتبط بصراع الجيوسياسي مع اليونان الذي هو الصراع التقليدي بالتأكيد، وثم بأمن الطاقة من ناحية أخرى. بالتأكيد هذه الملفات يعني قبرص وغيرها، لكن يعني إذا كنا سنتحدث عن ملفات الساخنة ربما عددها ووتيرتها ودرجة انخراط تركيا فيها تتراجع بالتأكيد. يعني سخونة الملف السوري لم تعد اليوم كما كانت في السابق، العلاقات المتشنجة والمتوترة مع عدد من قوى الإقليمية لا ذهبت بمسار من التعاون والتنسيق كما ذكرنا، بالعكس أنا أعتقد أنها سوف تزداد مرة أخرى. يعني الدول مثلا مثل الإمارات والسعودية التي كانت تركيا في صدام مباشر أو غير مباشر معها، وكان هناك حملات كبيرة على تركيا، اليوم نتحدث عن اتفاقات بالجملة، اتفاقات مالية واقتصادية توقع وحديث عن تعاون أكثر. مصر التي في يوم من الأيام كانت تتحدث عن خط أحمر في ليبيا، لا الأشهر والسنوات القليلة الماضية أظهرت إمكانية التعاون وليس فقط الحديث والحوار، التعاون في الملف الليبي، وأنا أعتقد أن هذا أمر يعني مفتوح جدا، باعتبار أنك يعني ضربت مثلا في موضوع ليبيا، ليس فقط المشري من كان في تركيا، لدبيبة أيضا أعتقد أنه كان في منصب يعني في التنصيب، عفوا كان في التنصيب كان بعد التنصيب في خلال زيارة محمد بن زايد في مباراة كرة القدم، نعم في المباراة وصافح محمد بن زايد في مصافحة ودية وحديث ودي. أقصد أن الملف الرسائل العديدة، يعني الملف الليبي تحديدا ربما
هو مثال جيد لشرح كيف أن الفواعل الخارجية الإقليمية والدولية في فترة من الفترات عندما تتباعد وتتنافر يؤثر ذلك في المشهد الداخلي، وعندما تكون هناك إمكانية لصفقات أو تفاهمات أو مساومات، سميها ما تسميها، أو تهدئة ما أو حوار ما، ينعكس ذلك بشكل كبير. الآن الفواعل الأساسية، اللاعبون الإقليميين الأساسيون على أقل تقدير، لا سيما في ظل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية في حرب الروسية الأوكرانية، يعني نتحدث عن تركيا ومصر بدرجة أقل الإبارات، لا هناك ما هو مختلف. تركيا مفتحة على كل الأطراف، مصر مفتحة على كل الأطراف، رأينا مؤخرا أن الإمارات أيضا مفتحة على كل الأطراف. هناك مسارات إيجابية لأن نراها كمردود أو كصدى لذلك، هناك بعض المسارات الواعدة على أقل تقدير في ليبيا. مختلف المشهد عن قبل سنتين وثلاثة والحرب ومحاولة إسقاط طرابلس والذهاب نحو سيرت وإلى آخره. وبالتالي مرة أخرى هذا مسار التهدئة ما زال ضمن الأولويات، وأنا كنت أقول كما تذكر أنه هذا ليس مرتبطا فقط بالانتخابات، ولذلك بعد الانتخابات ستتراجع عنه أنقرة، لا هذا مسار ثمة قناعة في العاصمة أنقرة بأنه يمثل مصلحة ويفوت أو يعني ويجنب تركيا أزمات أو يعني توترات معينة هي في غنى عنها، لأن مرة أخرى الاقتصاد أولوية تعني ضرورة التهدئة من جهة، تخفيف الانخراط طبعا في هذه الصراعات، ثم ثانيا تعزيز أصول التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمشاريع مشتركة، استثمارات، جذب أموال ساخنة من الخارج وما إلى ذلك. الكل سنعود نحن أيضا للاقتصاد والدبلوماسية الاقتصاد وكذلك العلاقة مع العالم العربي وبقية الفاعلين على المستوى الدولي وليس في الإقليم فقط، ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. عدنا معكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من أوراق تركيا لهذا الأسبوع، السياسة الخارجية التركية بعد الانتخابات، ملامح هذه السياسة وتوجهات الخارجية التركية كيف ستكون في المرحلة المقبلة. نجدد الترحيب بضيفين، دكتور جانكيز تومار رئيس جامعة أحمد ياسوي معنا، وأيضا في الاستوديو دكتور سعيد الحاج الباحث متخصص في الشأن التركي، مرحبا بكم من جديد ضيفين الكريمين. وأعود معك دكتور جانكيز، كيف ترى توجهات السياسة الخارجية للعالم العربي في المرحلة المقبلة دكتور جاكيس؟ كما تعرفون في يعني بعد طبعا هذه الأشياء بدأت مع ترقد أزار رحمه الله في ثمانينيات، يعني افتتاح إلى العالم العربي نوعا ما، ولكن بعد ذلك بعد حزب العدالة والتنمية خاصة بين 2002 وحتى الحركات الربيع العربي كان هناك انفتاح كبير وتأثير كبير لتركيا على العالم العربي. ذاك الزمان كنت مدرس في جامعة دمشق في سوريا، يعني أنا عشت وأنا مشاهد هذه الأشياء، كيف كان تأثير تركيا في الشوارع السورية كبير جدا، وأيضا في العالم العربي عموما بسبب الحزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان، وأيضا المسلسلات التركية، توريزم أو السياحة التركية والتعليم وكذا كذا. ولكن بعد 2011 طبعا بعد التحركات الربيع العربي تغيرت الأمور، وتركيا تشجعت الشعوب الذين يريدون الديمقراطية وحقوق حقوق الناس وحقوق الإنسان وكذا في العالم العربي، وتغيرت الأمور طبعا، بدأت المشاكل بين الحكومات العالم العربي وتركيا. ولكن خاصة بعد 2016 يعني بعد تغيير أحمد داوودوغلو وأيضا بعد الانقلاب الفاشل لفيتو، مرة ثانية تغيرت، يعني نستطيع أن نقول مرة ثالثة تغيرت السياسة الخارجية التركية للعالم العربي خاصة للحكومات العربية. كما تعرفون في هذه الأيام يعني مع مصر والولايات
هلا فما مصر وسوريا والإمارات العربية والمملكة تغيرت تماما حتى بدأت مرة ثانية ليس لانفتاح هذه المرة للشعوب العربية فقط أيضا للحكومات العربية في المنطقة. يعني طبعا هذا يعني يجب علينا أن نكون واقعيين بالنسبة لهذه النقطة. هذه الحكومات موجودة طالما بعض المشاكل الموجودة في المنطقة بالنسبة للشعوب العربية. تركيا مرة ثانية تحاول أن تقنع الحكومات العربية أو الشوارع العربية بسوفت باور، بالقوة الناعمة، كما هي في بين 2002 وحتى الربيع العربي. يعني بعد الحروب في المنطقة تركيا مرة ثانية رجعت إلى القوة ناعمة. طيب دكتور جانكيز بعد إذنك أنا دعني في هذه النقطة أبقى معك ومع العالم العربي والرجوع إلى القوة الناعمة. معنا الأستاذ رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية. أستاذ رامي أهلا بك. أهلا بك حياك الله وحيا مستمعيك الكرام. رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد كان أول رئيس يزور تركيا بعد الانتخابات وفوز الرئيس أردوغان بفترة رئاسية جديدة. يعني أكيد ليست فقط مباراة كرة القدم هي وراء هذه الزيارة، كانت هناك لقاءات أيضا مع دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، زيارة تحمل الكثير من الرسائل أبعد بكثير أيضا من مباراة كرة قدم. بداية تحية إلى الدكتور سعيد الصديق العزيز وإلى ضيفك الآخر. اعتقادي بأن هنالك صفحة جديدة فتحت في المنطقة خلال السنوات الماضية ابتداء من وصول الإدارة الديمقراطية. الحقيقة كانت الإشارات واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية بأن هنالك سياسة مختلفة اتجاه تركيا على وجه التحديد واتجاه دول أخرى، وبالتالي ذلك دفع تركيا إلى الإسراع بتغيير سياساتها في المنطقة وأحداث مقاربة مختلفة. والحقيقة هذا ما يطرح سؤالا ذو أهمية من وجهة نظري، وهو إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية مرة أخرى وعدنا إلى إدارة بتوجهات مختلفة، هل يعني ذلك أن هنالك إدارة تركية مختلفة لملفات السياسة الخارجية؟ هل هنالك تواضع في إرادة النفوذ لدى الجانب التركي؟ كانت هنالك مطامح تركية واضحة بأن يكون لها موطئ قدم في أفريقيا، موطئ قدم في العالم العربي، وموطئ قدم في أماكن أخرى وخصوصا في قلب آسيا في العالم التركي كما يسمى. وبالتالي هل التغييرات التي حدثت في السياسة التركية على امتداد السنوات الماضية هي تغييرات استراتيجية مدروسة، بمعنى أنها سوف تستمر في بناء علاقات الثقة مع الدول الإقليمية النافذة والتي أشرت إليها، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، أم أن هذه نتيجة للضغوط التي حدثت والمآزق التي مرت بها السياسة التركية؟ دعني مشير بشكل واضح أن تركيا الحقيقة في بعض ملفات السياسة الخارجية تعاني من مآزق حقيقية. المأزق السوري على وجه التحديد، تركيا لم تستطع أن تبرر وأن تمضي قدما في عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، كانت تريد ذلك بقوة ولكن الإرادة الدولية والإرادة الأمريكية منعت ذلك. العلاقة مع الغرب هي علاقة إشكالية بشكل كبير وهي علاقة متوترة. هل تستطيع تركيا بالفعل المحافظة على حالة التوازن إذا شئت، أو دعنا نقول حالة البراغماتية التي تنتهجها في إطار العلاقة الغربية الروسية؟ طيب أستاذ رامي بعد إذنك، أستاذ رامي بعد عندما نعرف بأن كان هناك اتصال بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الجديد حكان فيدان، كذلك اتصال من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، يعني نستطيع أن نقول بأن هناك اختراقات حصلت والآن يتم العمل عليها؟ أنت محق، ولكن هذه الاختلافات ليست جديدة، هذه على امتداد السنوات الماضية كما ذكرت. الحقيقة منذ وصول الإدارة الديمقراطية كانت هنالك بدايات من المحاولة تطبيع العلاقات مع الدول العربية على وجه التحديد، ولكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب على الأقل في مصر، وربما مصر هي المثال الأكثر وضوحا. طبعا مع
المملكة العربية السعودية والإمارات كان هنالك تطور ملافت للنظر في إطار العلاقة الثنائية ما بين الطرفين، لكن ذلك لا يغرينا للقول بأن العلاقات أصبحت استراتيجية وهي ربما لن تدخل في أزمات أخرى، لأن ما تزال هنالك نقاط وإشكاليات حقيقية في السياسة الخارجية، خصوصا بأنه ينظر إلى أن السياسة الخارجية التركية هي سياسة متقلبة، يمكن أن تنتقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، يمكن أن تكون اليوم صديقا عزيزا وحليفا وتصبح في الغد عدوا لدودا، وهذه إشكالية. تركيا على سبيل المثال قبل العام 2016 حتى قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة كان هنالك تغيير، في شهر أيار مايو 2016 كان هنالك رغبة بالتغيير ومقاربة مختلفة من روسيا، مقاربة مختلفة من الملف السوري، وبالتالي ربما نرى مقاربات أخرى. هنالك الحقيقة منذ أن تفرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصياغة السياسة الخارجية أصبحت المسألة ليست ذات أسس، وبالتالي تلك المحاولات الأكاديمية التي أشار إليها الدكتور سعيد وحتى ضيفك الكريم ربما لا تقترب من الواقع دائما، لأن أنها في كثير من الأحيان هنالك توجهات شخصية من الرئيس أردوغان. السياسة الخارجية التركية ليست مؤسسة على بنية أكاديمية كما كان الوضع ربما في زمن أحمد داود أوغلو أو حتى بعد ذلك. الآن هنالك توجهات خاصة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويمكن أن تنقلب هذه السياسة الخارجية. لذلك دعني أكون صريحا وواضحا، لا توجد كبير ثقة في السياسة الخارجية. طيب بعدين أستاذ رامي، أيضا تفاعلا معك، أنت قلت الآن السياسة غير مبنية على رؤية وغير لها عمق أكاديمي إلى آخره، ولكن دعنا نبني على الوقائع وليس التوقع. الوقائع تقول بأن هناك تهدئة في العلاقة مع دول الخليج الإمارات السعودية، هناك فتح لصفحة جديدة مع مصر، وأيضا هناك اشتغال مشترك دعنا نقول بوضوح على الملف الليبي بين الإمارات مصر وتركيا. هل نتوقع الآن بأن جملة ملفات ذات التقاطع المشترك والمصالح المشتركة في طور التسوية؟ من الصعب أن أقول ذلك في الحقيقة، لأنه خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل كان يمكن أن يحدث بعض الاختراقات ولكن ذلك لم يحدث. طبعا هنالك ضغط دولي على المنطقة، والدول المنطقة تستجيب لهذا الضغط الدولي بطرق مختلفة، وبالتالي حالة التهدئة أو السياق الذي نراه حاليا باعتقادي بأنه لا يشي أو لا يشير بالضرورة على أننا سوف نمضي في هذا الاتجاه إلى أبعد، إلى أن نصل إلى النتائج التي تتحدث عنها. باعتقادي نعم، هنالك محاولة للتهدئة، هنالك سياق آخر سواء المصالحة إذا شئت الإيرانية السعودية، قمة العلا وما تلاها، حالة المصالحة الخليجية، الآن الانفتاح على النظام السوري، كل هذا الحقيقة يشير إلى أن التغيرات التي يتم الحديث عنها في السياسة الخارجية التركية هي نتيجة ما يحدث في المنطقة وليس تأسيسا لما يحدث في المنطقة، وبالتالي إذا ما حدث تغيير في المنطقة وفي الظروف وفي العوامل والشرائط الإقليمية والدولية، هل يعني ذلك أن السياسة الخارجية التركية سوف تتغير باتجاه طيب. آخر أستاذ رامي، تغير الوزير على كل تغير الوزير، والوزير الجديد هو أحد صانعي السياسة الخارجية التركية من داخل المطبخ الأمني، ولكن بعين على العلاقات الخارجية. سنرى رأي الدكتور سعيد الحاج في ذلك. أشكرك أستاذ رامي الخليفة العليا الباحث في الفلسفة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك دكتور سعيد. إذن الأستاذ رامي قال لا نتوقع تغييرات كبيرة بشكل وبآخر، يقول السياسة التركية متقلبة وتتحرك مع المتغيرات، ولكن هناك على الأقل هناك بعض الثوابت انتشرت إليه. الملف السوري، لا يمكن الآن لتركيا أن نرى مقاربة أخرى للملف السوري بعيدا عن تأمين أو بعيدا عن مسألة الأمن القومي التركي. يعني دعني أتفق مع الدكتور رامي قبل قليل بأنه الإدارة الأمريكية الجديدة وتوجهاتها كانت جزءا من مدخلات التغير الذي حصل في المنطقة، لكن دعني أختلف معه بأن الأمر أغلبه أو جله عند تركيا، لأنه كل دول المنطقة أو كل القوى التي ذكرناها قبل قليل كان لديها إرادة سياسية بهذا التوجه. مثلا في 2016 عندما استلم بن علي يلدرم رئاسة حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية، رفعت تركيا شعار تكثير عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم، فتحت مسارات دبلوماسية وسياسية مع عدد من الأطراف، لكن أنا أعتقد أن الأطراف الأخرى لم تكن مستعدة لذلك. الفارق أنه مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مع إدارة بايدن، الأطراف الأخرى أو الدول الأخرى كانت مستعدة وكانت تريد. وجزء من ذلك أنه ما ينطبق على تركيا من حديث وتحليل ينطبق على الأطراف الأخرى، يعني الرغبة الأمريكية تنطبق على الجميع، مشكلة الاقتصاد العالمية وجائحة كورونا تنطبق على الجميع،
تحديات السياسة الخارجية وعدم تحقيق اختراقات كبيرة لا في سوريا ولا في ليبيا تنطبق على جميعنا. إذا كنا نتحدث عن تحديات تواجه السياسة التركية في سوريا، ما الذي حققته الدول العربية في سوريا يعني أو في ليبيا مثلا؟ لذلك أنا أعتقد أن العوامل المشتركة على الجميع والإرادة السياسية لدى الجميع، ولذلك مرة أخرى هذا يصب في تحليل أن الأمر ليس تكتيكيا ومؤقتا بالانتخابات وسيتغير بعضها، لذلك أنا أتوقعت استمرار وتعمق وتطور. فيما يتعلق بسوريا هناك عدة مساقات أو عدة مسارات لتركيا في سوريا، يعني مثلا ما يتعلق بحماية تركيا لأمنها القومي بمعنى التواجد العسكري على الأراضي السورية، عمليات عسكرية محتملة على أقل تقدير، هذا كله مستمر. وحتى لو حصل في المسارات الأخرى مثلا مثل التقارب مع النظام السوري، لا حتى لو حصل خطوات إضافية، أنا لا أعتقد أن تركيا ستنسحب من الأراضي السورية أو ستفرط في الأمن الذي حققته من هذه الزاوية أو مكافحة المنظمات الانفصالية، يعني لن تفرط فيه. المثال العراقي حاضر أمامنا، هناك دولة عراقية، هناك حكومة مركزية، هناك حكومة إربيل إقليم كردستان العراق، لكن تركيا لأن هذين الطرفين يقران بعدم قدرتهم على منع عملية العمال الكردستاني، تركيا تقوم بذلك بشكل مباشر بالتفاهم بالتراضي بالغض البصر بالأمر الواقع، لكن في نهاية المطاف هناك سياسة قائمة ولن تسحب تركيا قواتها قبل أن تؤمن ذلك. وأعتقد أن الموضوع السوري شبيه بذلك، يعني الشروط التي يطرحها النظام على أنقرة أنه لن نتحاور ولن نتقارب إلا إذا سحبت من الأراضي السورية، أنا أعتقد أن هذا الشرط يتحول لملف تفاوضي وملف حوار لاحقا، لأنه الخطوات اتخذت أساسا. لن أقول أنه لاتخاذ خطوات الانتقال من المسار الأمني للعسكري للدبلوماسي ولقاء وزراء الخارجية، هذا مسار مستمر، ولذلك في هذا المسار أنا أعتقد أنه لا، الأمر مستمر الآن. هل سيلتقي أردوغان؟ هذا أمر فقد الدافعية ربما أو الآنية أو السرعة الكبيرة، لأن الانتخابات عدلت شيئا ما من هذا الدوافع، لكن أنا أعتقد أنه ليس هناك فيتو على هذا الأمر. يعني هناك تصريح للناطق السابق باسم الرئاسة الذي الآن أصبح وزيرا عفوا رئيسا للاستخبارات إبراهيم قولن، الكل طار بجزء منه أنه ليس على جدول أعمالنا الآن لقاء بين أردوغان الأسد، انتشر بشكل كبير كالنار في الهشيم كما يقال في كل وسائل الإعلام والمحللين والنشطاء، لكن لم تستكمل الجملة. هو استكمل وقال إنه هذا مسار موجود، زملاؤنا في الخارجية وفي بعض المواقع الأخرى يعملون على هذا الأمر، إذا يعني تكونت أو تشكلت وتوفرت ظروفه فقد يدرس في حينه. يعني التقارب مع النظام أو تطوير العلاقة مع النظام لم يوضع على الرف، ما زال هناك دوافع مثل عودة السوريين أو إعادتهم إلى الشمال السوري، مثل مكافحة المنظمات الانفصالية، غيرها من العوامل ما زالت حاضرة، ولذلك لم تعد تركيا تماما عن هذا المسار. ربما سرعة الأمر أو زخمه قد تتغير، لكن نفس المفردات نفس الدوافع نفس المسار أنا أعتقد أنه ما زال حاضرا بدرجة أو بأخرى، لأن نقاش لقاء أردوغان بالأسد يناقش في إطار العلاقة مع روسيا، يناقش في إطار الخطوات التي حصلت وما سيحصل فيها، يناقش في الدافع والعائد ويوزن بوزنه، لكن هل هناك فيتو؟ لا أعتقد. وأنت أشرت إلى روسيا دكتور سعيد، مع الدكتور جنكيز نرى كيف يعني ستكون ملامح هذه السياسة التركية في علاقتها مع روسيا وفي علاقتها مع أو في مقاربتها للحرب في أوكرانيا، هل ننتظر الجديد أم ستحافظ تركيا على الحياد الإيجابي؟ تركيا هذا يعني من قبل، لأنه لنا علاقة جيدة مع روسيا، دولة مهمة وجارنا في البحر الأسود، وأيضا لنا علاقة جيدة مع أوكرانيين. يعني إذا تنظر إلى إذا تذهب إلى أنطاليا ترى الأوكرانيين والروسيين كلا طرفين في أنطاليا يعني للسياح. بسبب هذا تركيا يعني سيكون نوعا ما انحياديا ويشجع الصلم في المنطقة بشكل عام، لأن هذه الحروب سواء في الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا تؤثر سلبيا على تركيا، خاصة بالنسبة للاقتصاد. بالنسبة لهذه النقطة أنا لا أرى أي تغيير في السياسة بالنسبة لروسيا وأوكرانيا. طيب دكتور جنكيز نبقى في هذا الإطار، أشرت إلى روسيا، سنتحدث عن الناتو، ولكن كانت دائما السياسة الخارجية التركية تبحث عن هذا التوازن في علاقة بين روسيا وبين الغرب، هل مع هاكان فيدان ومع هذا التوجه الجديد وقرن تركيا سيكون العمل على هذا التوازن بمقاربة مختلفة
يعني ليست كما كانت سابقا هذه الحركة الهشة المرتبكة أحيانا، لا، الآن هناك خط واضح سيرسم مصالح تركيا أولا ثم يأتي التوازن. سيدي العزيز، طبعا يعني أول مرة عندما تكلم هاكان فيدان هكذا قال، يعني المصالح التركية أولا، هذه سياسة مهمة جدا بالنسبة لنا. نحن يعني ننظر إلى العالم من تركيا من الشرق الأوسط، ليس بالمنظور أوروبي أو غربي أو ناتو كما كان في الثمانينيات أو السبعينيات أو التسعينيات، لأنه لنا مصالح. تركيا دولة كبيرة في المنطقة، تقريبا 35 مليون نسمة، وهناك اقتصاد أو التكنولوجيا متطورة والاقتصاد نوعا ما يعني قوية جدا، نوعا ما قوي في تركيا، خاصة الصناعة والتكنولوجيا. بالنسبة لهذه النقطة، تركيا طبعا لها علاقة بالآسيا الوسطى، وهناك دول خاصة الدول التركية وأيضا روسيا وأوكرانيا وأيضا العالم العربي، أفريقيا والبلقان طبعا الشمال أفريقيا، ويعني هذا شيء عادي. يعني لماذا الناس يعني يستغربون هذا؟ أنا لا أعرف، يعني تركيا دولة طبعا لها مصالح وتنظر إلى كل هذه الأشياء من منظور المصالح. تركيا هذه السياسة الخارجية أو العلاقات الدولية، طبيعة العلاقات الدولية هكذا. أعتقد تركيا رجعت إلى طبيعة العلاقات الدولية والمصالح بعد حزب العدالة والتنمية، لأنه رجب طيب أردوغان كما تعرفون له شعبية كبيرة، ليس فقط في تركيا، في كازاخستان. أنا كنت في أوزبكستان قبل أسبوعين، كل الناس كانوا يسألون عن رجب طيب أردوغان. في كازاخستان نفس الشيء، في أفريقيا، في البلقان، في العالم العربي، الناس ينتظرون الانتخابات أو نتائج الانتخابات في العالم العربي، أفريقيا والدول التركية أكثر من تركيا. يعني هم يتصلون بنا ويسألون عن النتائج وهكذا. هذه الشعبية لم تكن لأي الرئيس في المنطقة. يعني أنا أتذكر، أنا لا أتذكر طبعا، ولكن أقرأ، يعني جمال عبد الناصر له شعبية كبيرة جدا في العالم العربي. بعد ذلك يعني هذا أول واحد في المنطقة له شعبية كبيرة، ليس فقط في العالم العربي والتركي، أيضا في العالم. طيب دكتور جاكيس، بعد ذلك لأن الوقت ذهبنا، سأعود معك في سؤال مهم جدا وممكن أشرنا إليه في بعض فقرات الحلقة اليوم، هي مسألة هذه المبدئية في العلاقة في السياسة الخارجية التركية. سأعود معك وأختم معك بهذا السؤال، ولكن قبل ذلك أشرت في حديثك حول السويد دكتور سعيد لانضمام الناتو، كيف ستكون العلاقة مع الناتو؟ يعني العلاقة دائما كانت العلاقة حساسة وفيها بعض الإرباك. صحيح، يعني تركيا من حيث المبدأ ليست ضد سياسة توسع الناتو، بل العكس دعمتها سابقا وحتى حاليا بدليل موافقتها أخيرا على فنلندا. الأمر المتعلق بالسويد، هناك اعتراضات تركية ترى أن السويد لم تفي بالتزاماتها بنفس الدرجة المطلوبة كما حصل مع فنلندا أولا. ثانيا، كما ذكرت، موضوع السماح بحرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارة التركية كان عاملا استفزازيا ولم يكن متوقعا، حتى لو أوفت السويد يعني بالتزاماتها قبل ذلك كان من الصعب على الحكومة التركية أن تقر أو توافق على انضمامها للناتو، كان ذلك سيكون له مردود سيء في الشارع. الآن هناك عدة متغيرات، الانتخابات ولت، مضت فترة طويلة ليس هناك استفزاز في العلاقات، هناك قرار للشرطة السويدية وإن كان مؤخرا للأسف يعني رفضته المحكمة الدستورية بأنه ترفض هذا النوع من الأحداث الاستفزازية من باب الحفاظ على الأمن، حتى يعني من بوابة أمنية وليس من بوابة احترام مقدسات الآخرين يعني. وثالثا، هناك اليوم كان هناك خبر بأن السويد ستسلم تركيا أحد المطلوبين، هو مطلوب يعني مسجون في السويد، تركي مسجون في السويد بتهم انحياز المخدرات وما إلى ذلك، لكن له منشورات ومواقف يعني داعمة للعمال الكردستان وما إلى ذلك، طالت به تركيا، قررت السويد تسليمه. هناك مواقف من الناتو والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن السويد أفت بكل التزاماتها وما إلى ذلك. هناك متغيرات كثيرة. أنا أعتقد أن تركيا ليست بوارد أن تبقى تصد هذا الملف حتى نهاية الشوط. في نهاية المطاف الأمر أخذ ورد كما يقال، وليس كل ما هو منتظر قد يحصل اليوم. ستحصل تركيا أو حصلت على جزء،
ربما في نقاش معين ستحصل على أمور أخرى إن كان من السويد بشكل مباشر أو من الناتو أو من الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات أخرى ربطت أو ربط بينها وبين ملف السويد. وثالثا قد يكون هناك أمور يعني مؤجلة إنجاز التعبير، لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه قريبا قد يكون هناك موافقة تركية على انضمام السويد لفنلندا. طيب الناتو عفوا. طيب أختم معك في أقل من دقيقة لو سمحت دكتور جاكيس، مسألة المبدئية، هل يعني هذا السؤال دائما يطرح على في العلاقات الخارجية التركية في السياسة الخارجية التركية، يعني كيف أيضا ستبحث عن التوازن بين الشرق والغرب وبين المبدئية والمصلحية؟ سيدي العزيز، طبعا هناك مبادئ وهناك مصالح، لازم يكون هناك توازن. طبعا يعني المبادئ دائما موجودة، ولكن أحيانا لا تستطيع أن تفعل كل شيء الذي أنت تريد. يعني في حياتنا اليومية هكذا بالنسبة للدول، العلاقات الدولية هكذا، لأن تركيا ليست أمريكا، حتى روسيا وأمريكا لا تستطيع أن تفعل كل شيء كما تريد، وتركيا دولة متوسطة وكبيرة في المنطقة، ولكن لا تستطيع أن تفعل كل الشيء على مبادئها، ويجب أن يكون هناك توازن بين المبادئ والمصالح. أشكرك دكتور جانكيز تومار رئيس جامعة أحمد دياسوي، شكرا لك دكتور جانكيز، الشكر دكتور سعيد حاج الباحث المتخصص في الشأن التركي، الشكر للزملاء في الأعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.